اللقاح فيه تبرع الدم بالنسبة للتنظيم كان طرف جمعية نساء رائدات للتنمية وكذلك جمعية نادي الوفاق هذه الفاسي اللي كان تنتمي للمكتب ديالو. هذه المبادرة هذه اللي حضروا لها أبطال عالميين كأسماء الغزاوي وبعض الأبطال الآخرين كانت مبادرة اللي بحقيقة كل شيء يحتاج لها أن تبرع الدم يمكن يعطي واحد الإضافة للناس اللي محتاجين. إحنا كجمعية الوفاق الرياضي الفاسي كنتمنوا هذه المبادرة، إحنا مستعدين نتعاملوا مع مجموعة هذه الجمعيات اللي عندها اهتمام بهذا الشأن الصحي اللي في الحقيقة هاد الصبحية هذه اللي ما كناش كنحضروا العدد اللي استف من تبرع الدم لنا فقط تقريبا 50 مستفيد ومستفيدة، هذا إيجابي لأن الناس محتاجة لواحد النقطة ديال الدم سواء أطفال وشباب ومسنين، وكنتمنى أن تكون مبادرات أخرى إن شاء الله. نصحى الصافي رئيسة جمعية نساء رائدات للتنمية، قمنا بهذه المبادرة الإنسانية النبيلة بشراكة مع جمعية نادي الوفاق الرياضي لألعاب القوى في إطار يعني تخليدا ليوم العالمي للتبرع وكذلك في إطار الخصاص الذي يعرفه مركز جهوي التحقيق والمستشفيات المتواجدة في مدينة فاس. هذه المبادرة هذه يعني كنستافدوا منها أكياس الدم مخزون الدم اللي هو كيعطي واحد الخصاص كبير، وهناك احتياجات كثيرة من طرف الأشخاص اللي كيتعرضوا للحوادث، كذلك النساء الحوامل أثناء النزيف، الأطفال مع مرضى قصور كلوي إلى غير ذلك. وبالنسبة للمتبرعين الحمد لله كان إقبال هذا الصباح هذا من عند مجموعة من الناس اللي هما تبارك الله يعني عندهم ثقافة ديال التبرع ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وكذلك كنعرفوا بأن المتبرع الوحيد كيعتق 3 ديال الناس وكيستفد من مجموعة ديال التحاليل وكيعرفوا الفصيلة الدموية ديالو. وهذه مبادرة إنسانية كنتمنوا من خلالها يعني كنوجهوا نداء من خلالها الجمعية في المجتمع المدني بالمدينه عندنا مدينه فاس وعلى صعيد المغرب كامل باش يحاولوا ما امكن يقوموا بهذه الحملات التبرعيه لانقاذ حياه الناس اللي محتاجين ليها. شكرا لكم. والله جميل لعادي بشرف ان تواجد في هذه الحمله الكبرى الواسعه لتبرع الدم الذي نظمتها الجمعيتين مشكورتين بهذه المناسبه جمعيه نساء وجمعيه الفرق الرياضي. اكيد ان المخزون الخاص مركز فشكر موصول لكل من يقوم بمثل هذه الحركات التي تبرع الدم لكن الناس بس حاجة هذه المادة الحيوية وكنا كنعرفوا أن لولا هذا الكرم ديال واحد المجموعة ديال المتبرعين لكان الوضع ما يعني إلى ما لا يكون عقبة. إذا مرة أخرى كنشكروا الجمعيات المنظمتين وكنشكروا رجال الإعلام اللي كيوصلوا لهم هذه المجموعة الناس اللي كيجيو يتبرعوا الدم، كنشكروا الطاقم الإعلامي كذلك وكنشكروا المتبرعين. إذا الشكر موصول للجميع.